تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتميزة والمتألقة دائما إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل مستمعين الأعزاء على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأيضا أرحب بفريق العمل معاي اليوم في الإعداد، الأستاذ حسني البلاونة، والتنسيق والمتابعة والإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ وائل قواسمة، ومحدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، بناخذ أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مثل ما عودناكم. معنا الأستاذ أسماء الجناحي، وبنشوف معها شو اللي يدور في السوشيال ميديا. أستاذ أسماء صباح الخير. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا مرحبا أسماء، وصباح الخير وصباح السعادة، يا مرحبا بك. صباح النور. ناخذ بس أمس كان في الإحاطة الإعلامية يتكلمون عن تطبيق الحصن. تطبيق الحصن هو وسيلتنا الأسرع لإحتواء انتشار فيروس كوفيد 19. التطبيق راح يساعد وايد الجهات الصحية في تتبع المخالطين وغيرهم. بنتمنى من الجميع، من كل شخص أن يحمل التطبيق، وكل اللي يحتاجونه هو إنه يكون عندهم بطاقة الهوية، يدخلون بطاقة الهوية، وأيضا راح تطلع نتيجتهم. التطبيق يطلع النتائج للأشخاص اللي يبون يعرفون نتائجهم. أيضا من ضمن الأشياء اللي يعني نحب نأكد عليها أو نقول للجمهور، في حال كان عندهم أي استفسار أو عندهم مثلا أي شيء، يعني مثلا سواء تقنيا استفسار، ممكن يتصلوا على 800 الحصن. من ضمن الأشياء اللي أيضا تم عبر قنوات التواصل الاجتماعي في حساب هيئة الصحن، إجراءات تخفيف تقييد الحركة لا تعني الاستهتار، لكن هذا تعني أن كل شخص فينا مسؤول، والجميع مسؤول عن كل اللي قاعد يصير ويسوي. أيضا من ضمن الأشياء اللي يعني نبغى نقولها للجمهور، نتمنى من الجمهور إنه يتابع اليوم التغطية الخاصة للمؤتمر الصحفي المقام عن بعد على سمة دبي، ويشارك فيه معالي فريق عبد الله خليفة المري القائد العام شرطة دبي، ومعالي أحمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي، يتكلموا عن الإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد. وهذا بيكون اليوم الساعة تقريبا تقريبا العصر الساعة 5. أتمنى من الجميع أن يشوفوا ويعرفون الإجراءات الاحترازية اللي بنسويها في العيد. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة. شكرا أستاذة أسماء الجناحي، شكرا على المعلومات. ومستمعين الأعزاء، أيضا نذكركم بالاستفادة من الخدمات المميزة في هيئة الصحة دبي التي تم إطلاقها. الاستفادة من خدمة طبيب لكل مواطن، وأيضا مبادرة دوائي وخدمة الواتساب. ويمكنكم مستمعين الأعزاء التواصل أو الاتصال للاستفادة من هالخدمات على الرقم المجاني الموحد لهيئة الصحة دبي 800-342. وأيضا نذكركم بمبادرة التبرع بالدم، وهي قطرة دم تنقذ حياة إنسان. وأيضا بإمكانكم أخذ المواعيد على الرقم 800-342
هناك ساعات للعمل في نادي الوصل الرياضي من الساعة 7 صباحا حتى 1:30، وأيضا خلال الفترة المسائية من الساعة 7 إلى 12 ليلا. مستمعين الأعزاء، قبل لا نطلع الفاصل أحب أذكركم بأن اليوم موضوعنا بيكون عن مرضى السكري والعودة بعد الصيام. بيكونون معنا اليوم ضيوف من مركز دبي للسكري الأستاذ منال البوفلاسة، رئيس قسم التثقيف الصحي وقسم التمريض بمركز دبي للسكري، وأيضا الأستاذة ديانة الجندي أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي للسكري. وحديثنا معهم بيكون عن الإجراءات يعني الإدارية للمرضى المصابين بداء السكري بعد رمضان. وهناك طبعا الكثير من المعلومات مستمعين الأعزاء، ولكن خلكم ويانا إن شاء الله بعد الفاصل، نأخذ فاصل قصير وراجعين. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم، سهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتألقة المتميزة إذاعة نور دبي. نرحب بكل من تواصل معنا مستمعين الأعزاء وكل من انضم إلينا بعد أيضا، ونذكركم بأرقام التواصل على 600-55-14-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فقرتنا الثانية مستمعين الأعزاء تحت عنوان مرضى السكري والعودة لما بعد الصيام. ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء بأن بعد أيام قليلة نودع شهر رمضان المبارك، شهر الخير وشهر البركة والرحمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى عز وجل أن يعيد علينا وعلى جميع المسلمين أعواما عديدة وأزمنة مديدة إن شاء الله، ونحن جميعا نتمتع بموفور الصحة والعافية. بعد انتهاء شهر رمضان المبارك هناك العديد من الإجراءات مستمعين الأعزاء والتعديلات التي لابد لمرضى السكري من القيام بها للحفاظ على صحتهم وتعايشهم مع المرض خلال الإفطار، وخاصة ما يتعلق منها بمواعيد وأوقات وجرعات الأدوية وممارسة الأنشطة الرياضية وغيرها من الأمور التي تتعلق بإدارة داء السكري. للحديث مستمعين الأعزاء عن هذا الجانب يسرنا أن نستضيف هذا اليوم كل من الأستاذة منال البوفلاسة، رئيس قسم التثقيف الصحي وقسم التمريض بمركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي. أستاذة منال صباح الخير. هلا عبد الله، صباح النور سرور. يا مرحبا وسهلا. وأيضا معنا مستمعين الأعزاء بتكون ديانة الجندي أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة ديانة. صباح النور، أهلاً عبد الله، لك وللجميع. الله يحييكم. أستاذة منال نبدأ معك، نحن طبعاً بنتحدث في البداية عن الاستعدادات وكيفية العودة الآمنة لمرضى السكري إلى يعني بعد رمضان. طبعاً مستمعين الأعزاء تعرفون بأن المصابين بداء السكري هناك برنامج خاص يعني تم إعداده من قبل الفريق الطبي بمركز دبي للسكري كان أثناء شهر رمضان المبارك. اليوم نحن بنتحدث مع الفريق الطبي عن الاستعدادات وكيفية العودة الآمنة لمرضى السكري إلى بعد رمضان، فلو تحدثينا الأستاذة منال عن هذا الجانب. طبعاً في شهر رمضان صار في تغييرات كثيرة في أوقات الأدوية في أوقات فحص السكر. ننصح طبعاً مريض السكري أنه قبل إجازة العيد، وهي شيء وايد مهم، أنه يتأكد أن عنده كمية الأدوية الكافية اللي راح تغطيه لفترة إجازة العيد. وطبعاً يتأكد أن عنده الشرايط لفحص السكر اللي صالحة للاستخدام عشان ما تكون بعد انتهت صلاحيتها، ويتأكد بعد كذلك انه هو عنده التعليمات اللي احنا عاده نعطيهم اياها، لان فتره شهر رمضان شهر في بعض الناس ينسون شنو كانوا هم عليه قبل رمضان، فنكون احنا نعطيهم تعليمات انه بس تخلص من شهر رمضان ليله العيد شو تسوي، ترجع نعطيهم هالتعليمات تكون معاهم في البيت فيطلعونها وتكون جاهزه لهم. نعم
نعم طبعا أستاذ منال، يعني الإجراءات أو البرنامج العلاجي اللي تم يعني إعطائه للمرضى المراجعين عندكم في مركز دبي للسكري كان برنامج يعني مكثف، والهدف منه أنه يعني يكون الشخص اللي مصاب لداء السكري عنده كل الإجراءات وعنده كل الأدوات بحيث أنه يقدر هو يعني بنفسه يعالج نفسه أو يدير الحالة المرضية بشكل ذاتي، طبعا على اساس ان الشخص ما يعني تحصل له مشاكل اثناء فتره الصيام. لو تحدثينا استاذه منال عن الجانب هذا، كيف كان اقبال يعني المرضى قبل رمضان بالنسبه للبرنامج هذا، وكيف كان انطباع الناس وكيف كان رايهم خلال يعني شهر رمضان المبارك، وكيف كانت الـ يعني الفيدباك، يعني يمكن انسى الكلمه العربيه الفيدباك من المرضى بخصوص البرنامج اللي تم يعني إعداده من قبلكم للمرضى اللي مصابين بداء السكري؟ طبعاً إحنا حطينا كهلا نقول أستاذ عبد الله، حطينا بعض من المرضى ما حطيناهم كلهم، إنما نعم صحيح على أجل جهاز فحص السكر اللي يقيسونهم في البيت وإحنا توصلنا قراءاتهم. نعم حطيناهم على اللي هو جهاز ثاني ينبهنا إذا المريض نسى انه ياخذ ادويته، وطبعا متابعه الضغط ومتابعه اشياء اخرى. بالعكس كانت رده فعلهم جدا يعني سعيدين بهذا الشغل بهذه الاجهزه، ووايد شكرونا الصراحه عليها. نعم كنا شوي خلينا نقول نزعجهم ان ها انك تقول فلان يا فلان نسيت تاخذ دواك يا فلان نسيت هذه، بس بالعكس حسوا ان هم خلينا نقول بأيدي أمينة مثل ما يقولون، وإنهم مو بأنه خلاص ما يقدرون يجون عندنا فخلاص معناته نحن نسيناهم، فإحنا نقدر نتابعهم حتى عن بعد. فبالعكس يعني ما تتصور كيف إنهم كانوا مستانسين منها، وبالعكس صارت السيطرة أزيد على السكر لأن إحنا نعطيهم الفيدباك مثل ما تفضلت وقلت، نعطيهم على طول إنه زيد هاي الجرعة نزل هذه الجرعة أول بأول، فما مروا بالمشاكل الكثيرة اللي هي الارتفاعات المخيفة أو الانخفاضات بعد كذلك المخيفة. نعم نعم أستاذ منال، طبعا في مركز دبي للسكري يعني اللي يميز مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بأن يتبع برنامج علاجي متكامل، يعني الطبيب ليس هو الشخص الوحيد المعني في إدارة حالة الإنسان المصاب بداء السكري، وإنما في فريق طبي متكامل يعني يشمل الطبيب، أخصائي التثقيف الصحي، أخصائي التغذية، وأيضا أخصائي فحص شبكية العين والعناية بالقدم، التمارين الرياضية، وأيضا عندكم خدمة الدعم النفسي. لو نتكلم أستاذة منال من هذا الجانب المتكامل، كيف انطباع المريض وكيف النتائج اللي أنتم تشوفونها يعني من خلال البرنامج الشمولي المتكامل هذا لعلاج الإنسان المصاب بداء السكري؟ الصراحة سؤال حلو عبد الله، لأن يعني اللي صار إحنا مع الفترة هذه كان لاحظت بفترة اللي إحنا موجود فيها الحين الجائحة الموجودة الحين COVID-19، طبعاً إحنا كنا نحاول إن نقلل خلينا نقول الإكسبوجر مال المرضى إنهم يجون عندنا، فكنا مثلاً أوقات نتواصل معهم بالتليفون، نحاول مثلاً نقلل وجودهم وقت وجودهم في المركز، حتى لو مثلاً يشوفون بس ثلاث تخصصات ما يشوفون الباقي، كان المرضى نفسهم يطلبون إنهم يكملون يشوفون الباقي، سواء كان دعم نفسي، سواء كان العيون، سواء كان الرياضة، أو طبعاً أخصائيين القدم. ليش؟ لأن هم شافوا كيف تأثير دخولهم على كل التخصصات هذه على انضباط سكرهم، مو بس انضباط سكرهم، تقليل نسبة المضاعفات اللي كانوا يصابون بها، وبدأوا يعيشون حياة طبيعية نفس أي شخص ثاني، وما وقفهم مرض السكري سواء بالنسبة حق النوع الأول طبعاً أو النوع الثاني من مرض السكري. صحيح. وما زلنا يتواصلون معنا، حتى لو طافهم المواعيد يتواصلون معنا انهم يتاكدون انهم يحصلون مع الفريق كامل. صحيح. ايضا طبعا مستمعين الاعزاء، مركز دبي للسكري هناك يعني خدمات متميزه، واللي يميز المركز بانه دائما المريض هو المحور الاساسي في جميع الإجراءات وجميع البروتوكولات وجميع السياسات اللي تم وضعها في مركز دبي للسكري كعلاج. دائما المريض هو المحور الأساسي، ومن بعدها فريق الطبي المعالج، وأيضا الاستمرارية
في العمل. أستاذة منال، لو نتكلم بس عن الجانب الاستمرارية، لأن أنت ذكرتي بأن اليوم يعني يمكن ما في علاج شافي للإنسان اللي مصاب بداء السكري، ولكن الدور اللي يلعبه مركز دبي للسكري يعني أخذ الإنسان اللي مصاب بداء السكري وإدارة حالته من جميع الجوانب، الجانب الطبي، الجانب التثقيفي، الجانب التغذوي، الرياضي، الدعم النفسي، فهاي كلها يعني مبادرة ويعني إدارة حالة الإنسان على أساس أنه مثل ما تفضلت أستاذ منال أن نحن يعني اللي نسويه على أساس أن الإنسان هذا ما يوصل لمراحل المضاعفات اللي ممكن تأثر على حياته مستقبلا. فلو تحكينا من جانب الاستمرارية في العمل، يعني البرنامج هذا يجعل اليوم مريض اللي مصاب بداء السكري هناك علاقة متواصلة بينكم وبين الإنسان هذا اللي مصاب بداء السكري، سواء وجوده في المركز أو حتى يعني الساعات اللي خارج ساعات العمل برا المركز. هناك في طبعا آلية معينة، وأنت أستاذة منال طبعا لك أيضا يعني دور حيوي في هذا الجانب في علاقاتك بينك أنت وبين المرضى وأيضا الطبيب وأيضا طبعا أخصائيات التغذية. لو نتحدث شوية في هذا الجانب. أوكي. طبعا إحنا أول ما يأتي مريض كزيارة أولى بتلاحظ أستاذ عبد الله أن المواعيد تكون وايد متقاربة من بعضها مع الفريق كامل. خلينا نقول الفريق الأساسي اللي هو الاستشاري، أخصائي التثقيف الصحي وأخصائي التغذية. يعني ممكن على حسب طبعا حالته، عقب أسبوع، عقب أسبوعين، عقب شهر، عقب شهرين، إلين ما نشوف المريض خلاص تمكن شبه تماما من حالته وصار يقدر يعني يعتمد على نفسه خلاص. إنه لو شنو ما يصير عنده مثلا مطبات مثلا في نقول في الحياة يقدر إنه هو يتعامل معها. لكن هذه ما معناته إن إحنا نخليه خلاص نقول له خلاص ما كده عند شوفك، لا، بتبتدي تتباعد المواعيد. من كانت مثلا أسبوع صارت أسبوعين، صارت شهر، صارت شهور، ست شهور. حاجة المريض. نعم، أيوة بالضبط. بس عقب بيكون على الأقل كل ثلاث أو ست شهور تكون المتابعة بس عشان نطمن إنه هو ما زال ماشي على الدرب الصحيح. وطبعا نتأكد إنه هو تراكمي ماله أوكي، نتأكد إنه جميع وظائفه الحيوية أوكي، وإنه ما صارت مضاعفات وإن شاء الله ما تصيدهم طبعا. فعلى طول التواصل حتى لو كانت أموره زينة بتبتعد فترات المواعيد، بس ما راح نتخلى عنهم مثل ما يقولون، دائما بتكون نراقبهم حتى لو كان عن بعد. صحيح، وهذا اللي أيضا يعني مستمعين الأعزاء يميز مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي، بأن هناك في آلية للتواصل وآلية للاستمرارية، ويتم هناك في نوع من العلاقة المستمرة بين مقدم الخدمة اللي هو الفريق الطبي المعالج وبين الإنسان اللي هو مصاب بداء السكري، بحيث أنه يعني يتم هناك دائما في علاقة ودائما في متابعة بشكل مستمر. بنرجع لك أستاذة منال، ولكن بناخذ الأستاذة ديان الجندي، بنتحدث معك أستاذة ديان الجندي عن الـ كيف يتم للإنسان المصاب بداء السكري يعني رجوعه لبعد رمضان بشكل آمن من ناحية يعني الوجبات الغذائية النوعية وأوقات تناول الوجبات الغذائية بحيث أن يكون بشكل سليم وبشكل أيضا صحي. نعم، هلأ في كذا نقطة رح نتطرق لها مثل ما تفضلت وقلت، مثل قلت الكمية والنوعية وحتى أوقات وجبات الطعام. فبالنسبة للكمية هي فعليا بتعتمد على الشخص إنه شو هدفه. هل هو كان مثلا هدفه إنه ينزل وزنه بفترة رمضان فحابب إنه يكمل بنزول الوزن، فتلقائيا بنفضل إنه يدلوا المستمرين على أنه يخففوا كمياتهم تيحصلوا على النتيجة اللي بدهم إياها. إذا مثلا كان الشخص ما حابب أنه ينزل وزنه بيرجع بيعتمد على كميات الوجبات الثلاثة اللي كان هو معتمد عليهم ما قبل فترة رمضان. بالنسبة للنوعية أيضا هي بتعتمد على أسلوب الطهي. يعني نحن دايما حتى الحلقات السابقة تطرقنا كثير بطريقة التحضير الأكل الصحي، فهو أهم نقطة أنه ننتبه من نسبة الدهون اللي عم نضيفها على وجباتنا أو بطريقة الأكل أو وقت الطهي، لحتى لي أنه نحافظ على سعرات حرارية قليلة تنساعد أنه نحصل على نتيجة نزول الوزن.
بالنسبة للأوقات هلأ خاصة لأنه بيكون صارنا شهر كامل عم نصوم وتعودنا أنه ناكل بالليل وبأوقات متأخرة، ففعليا تدريجيا بدنا نرجع أنه نرجع الأوقات اللي هي كانت ما قبل رمضان. يعني مثلا أول يوم العيد ممكن أنه بس الواحد الصبح ياخد وجبة ريوق خفيفة، غدا أيضا وعشاء، يعني نرجع لثلاث وجبات مثل ما قبل. هلأ الشخص اللي حابب أنه يستمر بنزول الوزن ما بعد فترة رمضان ممكن أنه يستمر بوجبتين، مثل كيف كنا برمضان عم ناكل وجبتين أساسيات فقط، فينا نكمل على هذا النمط، كمثلا ريوق وجبة أساسية وغدا وجبة أساسية، لكن وجبة العشاء فينا نستبدلها بسناك بسيطة، ويفضل أنها تكون قبل الساعة 8 وبعد الساعة 8 بس أنه نلتزم بشرب الماء إلين تاني يوم. نعم أستاذة ديانة الجندي، بس بنكمل معاكم الحديث الجميل هذا تحت عنوان مرضى السكري والعودة لما بعد الصيام. بعد الفاصل مستمعين الأعزاء بنكمل مع الأستاذ منال بوفلاسة رئيس قسم التثقيف الصحي وقسم التمريض مركز دبي للسكري، والأستاذة ديانة الجندي أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي للسكري، وعندنا الكثير من المعلومات حول موضوع إدارة حالة السكري، ولكن بعد الفاصل مستمعين الأعزاء خلكم ويانا وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتألقة المتميزة دائما إذاعة نور دبي. ونذكركم أيضا مستمعينا الأعزاء للتواصل معنا على الأرقام 600-5514-14 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. واليوم حديثنا عن مرضى السكري والعودة لما بعد الصيام، ومعنا عبر الهاتف الأستاذة منال البفلاسة رئيس قسم التثقيف الصحي وقسم التمريض لمركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي، وأيضا الأستاذة ديانة الجندي أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي. وقبل الفاصل كنا نتكلم مع الأستاذ ديانة الجندي عن النصائح المعنية من حيث كمية ونوعية أوقات تناول الوجبات الغذائية. كيف البرنامج الغذائي أستاذ ديانة الحداد ديانة الجندي كنا نتكلم معك في هذا الجانب، إنه يعني في كان برنامج طبعا متكامل من مركز دبي للسكري تم إعداده للمرضى خلال شهر رمضان المبارك. نعم، هلأ بالنسبة لنصايح العيد أنه ما بعد رمضان أكيد دايما نحن ننصح أن التنويع ضروري، وخاصة أنه من ناحية الفواكه والخضرة ضروري أنها تكون موجودة بشكل يومي بوجباتنا الأساسية، كرمال نستفيد من جميع الفيتامينات والمعادن خاصة بهالفترة، أنه نحن هدفنا أنه دايما نقوي ونعزز المناعة عنا. ثاني نقطة هي أنه لازم يكون عندنا وعي كافي بخياراتنا بشو عم نختار نحن على الوجبات الأساسية لحتى نعرف شو مدى هيدا الخيار تأثيره على نسبة السكر بالدم. هلأ ممكن أني أتطرق لكل وجبة وكيني أعطي أنه خيارات لحتى نحكي شو ممكن أن تكون الخيارات السليمة على الوجبات المختلفة. هلأ بالنسبة لوجبة الريوق فينا مثلا ناخد نخي أو باجلا أو البيض وطماط أو الهريس على وجبة الريوق الصبح، يعني أول يوم العيد، كلهم هيدول وجبات صحية ومناسبة تتكون على وجبة أول وجبة باليوم. بس كمان بنصح من أنه بدنا ننتبه من الكمية لحتى ما يرتفع السكر عنا بعد بساعتين، دحنا دايما هدفنا ما يصعد فوق 180، فدايما بدنا ننتبه أن الكمية تكون محددة لدرجة أنه ما يرتفع السكر فوق 180 بعد ساعتين. هلأ كمان نصيحة تانية أنه ما نحضر سفرة موجود فيها ثلاث أو أربع أو حتى خمس أصناف، أنه التنويع الزايد كمان على السفرة
ممكن يأثر بطريقة سلبية. ليه؟ لأنه بيصير الشخص بده ياخد أو يدوق من كل شيء شوي، فساعتها هيدا بيجمع بالآخر بتصير الكمية كبيرة. فعادة أنا دايما بنصح الأشخاص أنه يختاروا نوع واحد على الوجبة الواحدة. يعني مثلا اليوم أكلت نخي بس بلتزم بالنخي، ممكن بكرة أكل البيض والطماط، ثالث يوم أكل الهريس وهيك بهالطريقة. هلأ بعض الأشخاص بحبوا أنه يختاروا شيء حلو. هلأ أنا دايما بالعيد بقول مسموح انه ناخذ شيء حلو بس مره واحده باليوم، فاذا اخترته على وجبه الريوق معناتها ما بيعود فيني اخذه على الغداء او العشاء، يعني مش لكل وجبه بدي حلي، فانه بلتزم بوجبه واحده فقط وبدي انتبه من الكميه. يعني ممكن انه يكون بعض الاشخاص لانه بيحبوا انه ياخذوا على الريوق مثل البلاليط او الخبيط والعصيده، فما في مشكله، لكن بس بدنا ننتبه من الكميه اللي بنكون عم ناكلها لحتى اللي ما يرتفع السكر عنا بعد ساعتين فوق 180. هاي صحيح. بالنسبه للريوق. هلا بالنسبه للغداء، اكيد ما في مشكله انه ناكل عيش، بس كمان بدنا ننتبه من الكميه اللي بدنا ناكلها. واكيد العيش ممكن انه يكون مع البروتين وسلطه وخضره كثير، يعني ممكن انه يكون العيش والبروتين بشكل برياني او مشبوس محضرين بطريقه صحيه بنسبه دهون قليله، فاكيد هيدا كمان ايضا بيكون خيار سليم. هلا بالنسبه للعشاء، ممكن انه يكون خبز وجبن، خبز ورقاق مثلا مع الروب، رقاق وصالونه مثل صالونه خضره، صالونه عدس، يعني كل هيدا كمان خيارات سليمه خفيفه ممكن انه الواحد ياخذها على وجبه عشاء. بس نرجع ننتبه من فكره انه بدنا نرجع نبعد عن ناكل باوقات متاخره، يعني يفضل اقصى حد 8 8 ونص انه تكون وجبه العشاء، وبعدها بس نلتزم بشرب الماء. نعم، شكرا أستاذة ديانا على التوضيح الجميل. وبناخذ الأستاذة منال البوفلاسة. أستاذة منال، مثل ما تعرفين بأن مهم يعني هناك في آلية معينة، وكل شخص المصاب بداء السكري عنده يعني أسلوب معين أو حتى يعني برنامج معين للأخذ الأدوية وجرعات الأدوية، سواء كانت حبوب أو كانت أنسولين أو حتى كانت الفحوصات اللي يسوونها لمعرفة يعني مستوى السكر التراكمي. ما أهمية الاستشارة الطبية أستاذة منال فيما يتعلق بمواعيد وأوقات أخذ الأدوية وجرعاتها المناسبة؟ طبعا استاذ عبد الله، احنا ما نقول مثلا حق المريض انه لازم يشوف الطبيب قبل العيد، لان بتكون مسافه بسيطه، انه هو اوريدي شافها قبل رمضان، بس بيكون مثل ما خبرتك انت في البدايه ان احنا نعطيه البرنامج ماله بعد رمضان كيف يرجع له، خصوصا بالنسبه بتكون شوي حساسه حق الحبوب المحفزه حق الانسولين وبعد حقن الانسولين، فيكون عنده ذي البرنامج موجود عنده، مجرد ما يعلنون ان بكره العيد يطلع هاي البرنامج ويرجع حق البرنامج، هو بيكون فعليا لو بتشوفه هو نفس البرنامج السابق لرمضان. صحيح، نعم. ايوه ايضا استاذه منال، يعني لو نتحدث عن موضوع قياس مستوى السكر في الدم، هل هناك يعني اوقات معينه خلال فتره الافطار تنصحون بها بخصوص قياس مستوى السكر في الدم؟ وكم عدد المرات اللي ينصح بها يوميا لكل مريض؟ أتوقع أن يعني كل شخص لها يعني عدد حسب حالته المرضية. نعم، فمستمعينا الأعزاء، أيضا من الجوانب اللي يعني يختلف فيها مركز دبي للسكري عن إدارة المرض ويختلف من شخص إلى آخر، لأن كل إنسان يختلف مستوى السكر التراكمي عنده، أيضا يختلف نوعية المرض. هناك المرض من النوع الأول اللي يصاب الأطفال، وأيضا النوع الثاني اللي يصاب الكبار. ففي مركز دبي للسكري هناك في برنامج متكامل خاص للأطفال وخاص أيضا للكبار، يتم وضع برنامج خاص لكل فئة من الفئات. طبعا حديثنا اليوم مع الضيوف او الفريق الطبي من مركز دبي للسكري عن الاليه وعن البرنامج اللي تم وضعه في مركز دبي للسكري للمرضى قبل شهر رمضان المبارك، وايضا
بعد شهر رمضان المبارك خلال العيد، بحيث أنه يتم هناك في استمرارية في إدارة الحالة بشكل مستمر. نكمل معك أستاذة منال عن الموضوع اللي كنا نتحدث فيه عن قياس مستوى السكر وأوقات المختلفة كل على حسب حالته المرضية. صحيح، هو طبعا مو بس حالته المرضية، على حسب نوع الدول اللي ياخذه. طبعا احنا قلنا قبل شوي انه بيرجع حق سابق عهده قبل رمضان، فبيتحرك الأدوية اللي كان ياخذها مع الإفطار صباحا، فمعناته ان الأدوية اللي كان ياخذها مع الإفطار هي محفزات الإنسولين او بتكون إنسولين، فجدا مهم انه يبحث سكري قبل الريوق، قبل الإفطار وقبل حتى أخذ الأدوية مالته. ومثل ما تفضلت أستاذة ديانا قالت من بعد الريوق بساعتين، الصراحة إذا عقب ما كل الخبيث بيحتاج إنه يفحص بعد الأكل بساعتين على أساس إنه يتأكد إنه ما خبيث، وعطتهم هريس وعطتهم بالضبط. أنا عجبتني الخبيث الصراحة، هذه أنا ريوقي خبيث. فبعدها بساعتين لازم أتأكد إني أنا أفحص السكر إنه ما أثر علي الأكل اللي أكلته، عشان أحط في بالي إن من بكرة لو إني أقلل الكمية عشان ما يطوف 180. بعد بنطلب منهم على الأقل أول أيام العيد إن هما يفحصون قبل الغداء عشان يقدر يقرر كم كمية الغداء اللي بياخذها. وبعد بعد الغداء بساعتين وقبل العشاء. هذا إذا كان ياخذ محفزات الإنسولين أو إنسولين. إذا ما كان ياخذ محفزات الإنسولين أو إنسولين بيكتفي إنه يفحص مرتين في اليوم في الأوقات اللي تناسبه، بس أهم شيء إنه ما يفحص بعد الأكل مباشرة، لأنه راح يطلع السكر عالي فبينصدم شوية من القراءة. فلازم يكون إذا بيختار بعد الأكل يكون بعد الأكل بساعتين. صحيح أستاذ منال. طبعا مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي مركز متميز ومركز معني فقط لتقديم خدمة، يعني خدمة للمصابين بتاع السكري. طبعا في عيادتين، عيادة للكبار وأيضا عيادة لأطفال، وأيضا يعني للأطفال عيادة متكاملة وتعمل بنفس المنهج اللي يعمل بها عيادة الكبار من ناحية الطبيب وبرنامج تثقيف صحي وأيضا برنامج غذائي. لو يعني تحدثين أستاذ منال فيما يتعلق الأطفال من مرضى السكري، هل هناك نصائح معينة لهذه الفئة؟ نعم طبعا، بالنسبة حق الأكل بيكون بينطبق عليه نفس اللي قالتها الأستاذة ديانا، بيكون نفس الشيء بالنسبة حق الكبير حق الصغير، إنهم يحاسبون حق أكله اللي يأخذه. بس في نقطة وايد مهمة لازم نحطها في بالنا، لأن اللي لاحظنا بعض الأوقات بعض الأهالي يقول لك مثلا والله هو حين عيد فما راح أفحص له، أو عيد خلى يأخذ راحته بالأكل، أو عيد فلا خلي يأخذ راحته من ناحية إنه يلعب مع الأطفال أخوانه، بس صحيح. إني أنا أراقبه وأراقب سكري. إذا الدكتور طلب منا إنه يفحص 4 مرات في اليوم فراح يفحص 4 مرات في اليوم. طبعاً ما شاء الله الأطفال عندهم أساساً الأجهزة اللي تساعدهم كثير، والأم تقدر تراقبه حتى عن بعد، فما تنسى في ذي الفترة وتتم تراقبه حتى لو كان عيد. ما أنسى الطفل إنه ما يرتفع سكري، لأن إذا ارتفع السكر بالنسبة حق الأطفال بتكون شوي العواقب مثل ما يقولون وخيمة، إنه هو بعيد الشهر يحتاج إلى طوارئ أو شيء. فيفضل إنهم يراقبون سكري حتى لو كان عيد. نعم. بنرجع لك أستاذة منال، خلنا نسير عند أستاذة ديانا ونشوف موضوع العصيدة عندها والهريسة. أستاذة ديانا طبعا المعروف بمركز دبي للسكري بأن هناك يعني ما في شيء اسمه وجبة السكري، وهذا شيء جميل الحقيقة. هناك برنامج متكامل يتم إعداده من قبلكم اللي هو فريق التغذية السريرية في مركز دبي للسكري، بحيث أن المريض ممكن أن يعني يأكل الوجبات اللي يأكلها بشكل يومي، سواء الغيوك أو الغداء أو العشاء، ولكن دوركم أنتم في مركز دبي للسكري تثقيف الإنسان المصاب بداء السكري عن يعني معرفة الكميات ومعرفة النشويات ومعرفة النوعية. لو نتحدث في هذا الجانب أستاذة ديانا، كيف يتم تثقيف الإنسان المصاب بتاع السكري عن الأكل اللي هو يأكل بشكل يومي، مش أكل خاص يعني بشكل يومي، ولكن أنتم تعطون الدعم
من ناحية التثقيف ومن ناحية الكمية ومن ناحية الحسبة أيضا حسبة النشوية. إيه مضبوط. هلا أهم شيء إحنا دائما بنركز إنه بنقول للأشخاص في كثير معتقدات خاطئة حول التغذية بالنسبة للسكري. يعني كثير أشخاص بيفكروا إنه النشويات أو الكربوهيدرات عامة إنه المفروض إنه يتفادوها كليا لحتى يوصلوا لنتيجة نسبة السكر المطلوبة، وهذا معتقد خاطئ، لأنه الجسم صراحة بحاجة لأنه يأكل كربوهيدرات بشكل يومي وأيضا على كل وجبة لحتى يعطي الجسم الطاقة اللي هو بحاجة لها. فعادة نحن من يعني كمان هدفنا أنه الشخص يكون فعليا هو متمكن من أموره ويكون طبيب نفسه، فمنعلمهم الكميات مثل ما تفضلت وقلت أنه كل شخص على حسب احتياجه، يعني إن كانت سيدة أو رجل، إن كان مثل ما قلنا طفل أو شخص بالغ بالعمر، فبتفرق على الاحتياجات على حسب الشخص نفسه، وأيضا كمان على حسب طبيعة حياته للشخص، يعني هل هو شخص رياضي ولا شخص ما كتير بيمارس الرياضة. فكل هيدي الكميات بتلعب دور وبتفرق، ونحن منعلم الشخص شو الكمية المناسبة لإله، وهو بيصير بيختار وبيقرر، لأنه مثل ما قلنا ما في حمية خاصة لشخص عنده سكري، يعني فيه يأكل وينوع من كل شيء، بس منعلمهم أنه الخيارات السليمة شو هي، ودايما منجرب نركز أنه النشويات اللي عم نختارها أنه تكون أكثر فيها الألياف أو الحبوب الكاملة، لأنه بتساعد أيضا على تنظيم السكر بطريقة مريحة أكثر للجسم. وأهم شيء نتفادى أن السكريات البسيطة، يعني مثلا خلينا أنه هلأ بالعيد أنه نتفادى شرب المشروبات اللي فيها سكر مثل العصاير، حتى لو العصير كان فريش أنا دايما بنصح أنه ناكل حبة الفاكهة بدل ما أنه مثلا نشربها. ففعليا يعني هيدي الثقافة كلها بنعطيها للشخص تحت اللي يكون هو مسؤول عن نفسه بخياراته صحيح. بشكل يومي، لما يحس حاله أنه هو عم بيتبع حمية. نعم، لأن نحن طبعا مثل ما تفضلت أستاذة ديانا ومستمعين الأعزاء، بأن الإنسان اللي مصاب بداء السكري لابد أنه يعني يكون على دراية كاملة بإدارة حالته بشكل ذاتي، ودور مركز بداية السكري دعم الإنسان المصاب بداء السكري سواء كان كبير أو طفل بكل الأدوات وبكل المعلومات، بحيث أنه يمكنه بأن يدير حالته بشكل ذاتي. ومثل ما أنا أعرف أنه يعني أكثر من 75% من نسبة إدارة الحالة عند الإنسان نفسه، ولكن الجانب الثاني والنسبة الثانية عند الفريق الطبي بمركز دبي للسكري. نرجع للأستاذة منال، عندنا دقيقتين، لو تعطينا أبرز التحديات اللي ممكن تواجهكم أنتوا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وشو النصائح العامة اللي تنصحين فيها المرضى المصابين لداء السكري؟ طبعا عندنا اكثر التحديات اللي حصلها الصراحه او حصلها مع مرضى السكري، اللي في بعض المرات يتعمدون هم يزيد جرعه الدواء، لان يتوقع العيد جاي فبكثر من الاكل فيقوم يزيدها الحلويات بالضبط العصيد والهريس والخبيث اهم شيء بس مره واحده باليوم إيه. فهو ممكن يسمع كلام اخصائي التغذيه من ناحيه ان البورشن سايز او الحجم الكميه الاكل القليله، بس انه بحط في باله ان هي نشويات كثيره فيقوم يزيد الجرعه فيؤدي الى طبعا الهبوط. فاحنا نقول له لا، اذا انت بتسمع كلام اخصائياتنا فخليك على نفس الدواء الجرعه اللي احنا معطينا فيها، الا بس حق الاشخاص اللي هم اساسا مسبقا يعرفون كيف يحسبون نشوياتهم فما يقدرون يزيدون وينقصون على حسب كمية الأكل اللي بياخذونها. غير كذي ما شاء الله عليهم عيالنا منضبطين، يشربون ماي كثير وياهم انتم جزاكم الله خير الله يسلمكم، يشربون ماي كثير ويسمعون الكلام مثل ما يقولون ويتواصلون معنا لو شكوا بأي شيء، واحنا هنا موجودين لخدمتهم. أذروايز لا ما شاء الله عليهم، يعني ما عندنا أي تحديات ثانية غير بس بالنسبة حق الجرعات، لأنه مخوفهم إنه يرتفع عندهم السكر فيؤدي إلى العكس طبعا. ممتاز. نعم مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حديثنا لهذا اليوم.
أستاذة منال البوفلاس، رئيس قسم التثقيف الصحي وقسم التمريض بمركز دبي السكري، كل الشكر والتقدير لك، شكرا لمعلومات الجميلة، وشكرا لدعمكم للمرضى المصابين بداء السكري وإعطائهم المعلومات والأدوات اللي يحتاجونها لإدارة الحالة. وأيضا الأستاذة ديانة الجندي أخصائية التغذية السريرية بمركز دبي السكري، كل الشكر والتقدير لك، مشكورين. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن حلقتنا قدمت لكم المعلومات المفيدة. وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي مستمعينا الأعزاء بإيجاد مجتمع صحي وآمن. أيضا أحب أذكركم بأن الاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. ودمتم مستمعين الأعزاء في بيوتكم آمنين، وتقبلوا تحياتي عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.